السلام عليكم ورحمه الله متابعينا الاعزاء، متابعي قناه دار مدرستي، مرحبا بكم دائما على القناه. اليوم غيكون عندنا نموذج اخر من نماذج امتحانات الموحده الاقليميه بالنسبه لماده الرياضيات. اذا هذا النموذج بطبيعه الحال كيكون على حساب الاطار المرجعي، غنشرح لكم جميع المسائل. بالنسبه لباقي النماذج الامتحانات او للاستعداد بشكل عام امتحان الموحد الاقليمي، يعني كاينين على القناه يعني واحد مجموعه من الفيديوهات اللي كنشرح فيهم بالتفصيل يعني كيفاش كيدوز امتحان موحد، دايره فيديوهات المراجعه ديال ماده الرياضيات كل حاجه بوحدها، المسائل مثلا عندنا فيديوهات على التناسبيه، فيديوهات على الاعداد الكسريه، يعني كل ما كتحتاجوا على امتحان واحد باش توجدوا لي كيما وجدوا لي يعني الوليدات الاعوام اللي دازوا بشكل جيد غتلقاوه على القناه. غنخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو. بالنسبه للامتحان الموحد، اي امتحان موحد بغى يدوز، سواء ديال السات سواء ديال الكاتريام سواء ديال الاولى باك ثانية باك، الا وكيكون عنده واحد الاطار مرجعي. هذا الاطار المرجعي ديجا شرحته لكم يعني الناس داك العام، كاين اللي ما طاحش في الفيديو هذا العام، غنعاود نشرح لكم شنو هو الاطار المرجعي. الاطار المرجعي هو مجموعه من التوجيهات اللي كتخرجهم يعني الوزاره باش نحطوا نموذج ديال الامتحان ديال السادس. هاد النماذج كيكون يعني هاد الاطار المرجعي كيحكم بجميع الامتحانات، جميع النماذج ديال الامتحان خصكم تلقاوهم بنفس الطريق. اذا الامتحان كيكون مقسم الى مجالات، الى شفتوا نماذج ديال الامتحانات بحال هنا كيكون اول مجال هو المجال ديال الاعداد والحساب. هاد المجال ديال الاعداد والحساب اش كيكون فيه؟ كيكون فيه مجموعه من الاشياء، كيكون فيه حساب مجموع وفرق اعداد صحيحه طبيعيه وعشريه، وغنلقاو فيه حساب جوده اعداد صحيح طبيعي وعدد عشاريها، غنلقاو فيه المجموع والفرق بحال هنايا، اما العمليات مفرقين اما العمليات مع بعضياتهم، غنلقاو فيه الضرب ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه والعشريه، غنلقى فيه القسمه كذلك حساب الخارج المضبوط، غتكون عندي خصك تكون عندك عمليه مضبوطه لقسمه عدد صحيح طبيعي او عدد عشري على عدد عشري، حساب مجموع وفرق وجوداء اعداد كسريه في وضعيه اختباريه واحده. اذا غتلقى جمع وطرح وضرب الاعداد الكسريه في عمليه واحده بحال هكا، ما غتلقاش الجمع بوحدو والضرب، المهم غتلقى الجمع والضرب وطرح الاعداد العشريه مع بعضياتهم. راه دايره لكم فيديو خاص على مجموعه من النماذج انطلاقا من الامتحانات، خديتهم من الامتحانات باش كنشرحوا فيهم هاد المسائل هادو. كتلقى كذلك القوى كيعطيك عددين، يعني واحد عمليه ديال الضرب في عدد صحيح طبيعي في عدد صحيح طبيعي، هذاك العدد الصحيح طبيعي خصك ترجعوا على شكل جوداء القوه، يعني قوه ديال جوج وقوه ديال ثلاثة. انا غنشرح لكم من بعد هذه المساله هذه. من بعد غيجي مقارنه وترتيب الاعداد بحال هكا، ما نحولوا القوه كي ما كيكونش بحال هكا، انا نقول لكم كيفاش كيكون. يكون عندك ترتيب كيكون مخلط بين اعداد صحيحه وعشريه وكسريه، وغيكون عندك مساله اذا ترتيب الاعداد صحيح. ثم عندك واحد المساله في التناسبيه، اما النسبه المئويه اما السعر اما السرعه المتوسطه اما سلم تصاميم الخرائط اما الكتله الحجميه، وهذو كل حاجه درنا لهم فيديو خاص على القناه، انا قلت لكم غنخلي لكم الروابط ديالهم. اذا هنا عندي مساله على الكتله الحجميه، صافي هذا هو المجال الاول، غنكملوا عاد ندوزوا للمجال الثاني. اذا هنايا في جمع، اما يعطيك جمع او طرح، او ما يقدروا يعطيهم لك بجوج جمع وطرح في وضعيه وحده. اذا غادي نجمعوا التواني مع التواني، 6 زائد 4 10، 3 زائد 1 4 مع 2 6، وانا كنجمع وانا كنشوف واش جمعت لي 60، واش جمعت لي 60 اولا اكثر من 60 باش نشوف واش تابعني التحويل. بحال هنا جمعت لي 60، اذا كنعرف انني خصني نرجع باش ندير واحد التحويل من بعد. اذا هنايا عندي 5 زائد 6، اذا هي 11، كتب واحد نحتفظ بواحد، هنا 4 مع 1 5 مع 1 6، اذا ها هي جمعت لي 60 وكثر، اذا غنحتاج طرا واحد اخر باش ندير التحويل. 6 زائد 4 10، بالنسبه للساعه سمح لهم ما فاتوش 24 ساعه فما كيتبعنيش التحويل. اذا هنا بالنسبه للثواني صافي مشات 60 جمعت ولات دقيقه، هنايا ولات عندي دابا 62، هذيك 62 غناخد منها 60 باش نديها عند الساعه تولي ساعه، غيبقاو ليا جوج دقائق. الساعه دابا غتولي عندي 11 ساعه. هنا بالنسبه لعمليه الضرب على العموم، يعني الضرب راه بسيط، كيبقى خاصك غير تعرف كما كنقول لكم دائما فين تحط الفصيله. غنخليو هذه العمليه من بعد، انا غادي نقول لكم الجواب ديالها مباشره غير باش تاكدوا، والكالكولاتريس راه كتاكد. غندوع على هذه العمليه ديال القسمه، عندي ملي كيكون عندي قسمه عدد صحيح طبيعي على عشري او على عشري على عشري، المهم عندي انني نتخلص من الفصيله هنا، هنا ماشي بالضروره ما تبقاش الفصيله كاع، هنا اللي مخصش تبقى الفصيله، لهنا انا بغيت نحيد الفصيله سازيح الفصيله برقم واحد، خصني نشد الفصيله نكحزها هنا برقم واحد، اذا هنا كذلك خصني نزيحها برقم
واحد. اذا دابا العمليه نخدم بها هي شنو؟ هي 4906.8 مقسومه على 58. كاين بعض الاساتذه اللي كيطلبوا منكم تخلصوا هنا وهنا، انا كنفضل ما تخلصش هنا وهنا لان هنا غيكبر العدد. الا بغيتي هذه ترجع 49068 غتولي عندك هنا 580 وغيكبر عليك عندك المقسوم عليه. علاش غنكبروا حنا المقسوم عليه وممكن نخرجوا العمليه بحال هكا بشكل بسيط؟ اذا وكنخدم 490 شحال فيها 58 فيها 8، 8 في 8 64، 8 في 5 40 والاحتفاظ 46. اذا كندير عمليه طر 10 ناقص 4 6، 9 ناقص 7 2، 4 ناقص 4 لا شيء. اذا نهبط 6، 266 غادي نقسمها على 58 تعطيني فيها 4، 4 في 8 32 كتب 2 محتفظ ب 3، 4 في 5 20 والاحتفاظ 23. اذا غادي نستناقش 2 4 3 غيبقاو هنا. غنهبط 8، 8 جزء عشري اذا خصني نحط الفاصيله. ملي كنهبط الجزء العشري خصني نحط الفاصيله. 348 شحال فيها 58 فيها 6، 6 في 8 48، 6 في 5 30، 4 34 ها هو خارج مضبوط. اذا خصي يبقى لي الباقي صفر في الامتحان، كيبقى لك الباقي صفر. اذا بالنسبه لهذه انا غادي نحطوها باش بلا ما نزيدو نطولوا الفيديو. اذا كنضرب 3 في هادشي كامل كالعاده، نرجع للسطر ندير نقطه ونضرب 8 في هادشي كامل كنجمع. من بعد كيبقى لي بلاصه ديال الفصيله، هنا غادي تكون هنا غتكون صفر عفوا، وهنا 5. هذا هو الجواب. اذا لو كنشوف شحال عندي من رقم بعد الفصيله في العاملين بجوج، هنا عندي رقم واحد هنا ما عنديش، اذا كنحسب رقم واحد وكنحط الفصيله. هنا بالنسبه للجمع وطرح الاعداد العشريه والصحيحه الطبيعيه، اذا دائما باش كنبدا كنبدا بالقوسين بطبيعه الحال في الاسبقيه ديال العمليات، هادشي غتشوفوا ان شاء الله في الاولى اعدادي. دائما خصني نسبق داكشي اللي بين قوسين، اذا سبق هادشي اللي بين قوسين غنحسبو. اذا هنا عندي الطرح ديال العدد الصحيح طبيعي مع عدد عشري. باش يكون عندي الوضع صحيح بالنسبه للوليدات اللي ما كيكونوش ضابطين هاد المسائل هادو اولا في الطرح بشكل عام، من الاحسن هاد العدد الصحيح الطبيعي حتى هو كنزيد ليه الفاصيله وكنزيد ليه الاصفار بمقدار الارقام اللي عندي بعد الفاصيله في العدد الاخر. علاش؟ باش انا بغيت نسلف اولا بغيت نضيف كنلقى العدد اللي يعني اللي غنضيف عليه. اذا هذه كنرجعوا عدد حتى هو بالفاصيله، عندي هنا جوج الارقام هنا كنزيد جوج الاصفار وكنحط الفاصيله تحت الفاصيله. بالنسبه كنتي كتخدم بالاستلاف خدم بالاستلاف، كنتي كتخدم بالاضافه خدم بالاضافه، غنخدم معاكم بالاستلاف. اذا هنا ما عنديش منين نتسلف، يعني خصني نجي حتى لهنا ونتسلف. اذا ملي كنضطر نقص شحال من رقم عاد كنتسلف اش كندير؟ اذا هنا الا خديت واحدة من الواحدة غيبقى واحد صافي، هاد الواحدة ملي غتحول الى 10 غتولي 10 العشرات، هادي غتاخد 9 وغتعطي لهادي واحد. اذا دائما الا كانوا عندك الاصفار بزاف عاد غتوصل لهداك العدد اللي انت باغي تسلف ليه، كتبقى تعطي 9 9 9 والاخر كتعطيه واحد اللي محتاجو كتعطيه واحد الا كنتي هنا عندك الاصفار صافي. باش بلا ما تبقى دابا نشرح لك هاد المسائل اللي قدر ما تستوعبهمش. اذا هنا تسلفت من هنا هذا كنعطيه 9 الاخر كنعطيه لواحد، المجموع هو 10. اذا هنا 10 ناقص 3 شحال غيبقى عندي؟ غيبقى عندي 7. 9 ناقص هنايا 2 شحال غادي يبقى ليا؟ غادي تبقى ليا هنايا قلنا 9 ناقص 2 غتبقى 7، 1 ناقص 0 غتبقى 1، 9 ناقص 7 2، 2 ناقص 8 اذا هنا الا بغيتي تسلف غتبقى لك هنا عفوا 5، هنا واحد 12 ناقص 8 غتبقى لنا 4، و5 ناقص 2 غتبقى 3. دابا هاد العدد هذا اللي عندي غنزيد عليه هادشي اللي خرج ليا هنايا، إذا غنزيد عليه هنايا 77 وعندي 3421. إذا 1 زائد 7 8، 0 زائد 7 7، 3 هنايا 11، هنايا 13، وهنا 8. غنجيو هنايا الضرب هو الجمع والطرح ديال الاعداد الكسريه. اللي ما كيعرفش الاختزال قلت لكم هذاك الرابط اللي غنخلي لكم راه فيه فيديو على الاختزال بالتفصيل وتوحيد المقامات. اذا هنا خصني نوحد المقامات، المقام الموحد هو 7. اذا هذه شنو غتساوي؟ غتساوي 6 على 7. هذا الا بغيتي يولي 7 خصني نضرب الفوق في 7 والتحت في 7، اذا غتولي عندي 28 على 7. غنوحد المقامات، دائما الجمع والطرح خصنا توحيد المقامات. هنا عندي 14 هنا عندي 2، ما غنضربش 14 في 2 ما نستخدمش هذه الطريقه، وانما 2 ممكن تولي 7. اذا يكفي انني نضرب هنا الفوق والتحت في 7 باش نلقى عدد كسري عنده نفس المقام اللي هو
14. علاش؟ لان الا ضربت 14 في جوج خصني نضطر نضرب هذه بجوج، نضرب هذه في 14، العدد كيكبر. من الاحسن ما تكبروش الاعداد في الارقام في الاعداد الكسريه. اذا هذه غتبقى كما هي ناقص هذه غنضرب في 7 الفوق ولتحت، انا وحدت المقامات بلا ما نقيس، هذا بدلت غير هذا، تساوي اذا هنا 6 زائد 28 غتعطيني 34 على 7 في 9 ناقص 2 هي 2 على 14 كتساوي. اذا غادي ندير هنا قبل ما كندير عمليه الضرب كنشوف واش عندي شي اختزال، واش عندي يعني شي حاجه اللي تقدر تسهل عليا الخدمه. اذا هاد 2 على 14 ممكن نختازلها 4 على 7، الا قسمت هنا على 2 وهنا على 2 كتساوي في 1 على 7. انا اختزلت، وهذه لو كانت قسمه كانت تكون حسن، كنت غنختزل بالسبعه وكنت غادي نتهنى. هذه العمليه كنت كنفضلها لو انها كانت قسمه كانت غتجي احسن واحسن. مهم، دابا غنضرب البسط في البسط. 34 في 1 هي 34، 7 في 7 هي 49. صافي، هنا كيجيني كلشي بسيط. اذا اختزلت قبل ما ندير عمليه الضرب راه كيخرج لي العدد مختزل مباشره. هنايا التمرين 2، وحول جداء الجداء التالي الى جداء قوى 2 و 3. شوف بالنسبه ماما كيعطيكمش بهذه السهوله اللي تجي تكتب هنايا 8 اس 2 في 16 اس 3، لا هما كيعطوك عدد. مثلا يعطيك 125 في 9، كتبها على شكل قوه. خاصك تعرف ان 125 هي 5 اس 3، 5 في 5 25 في، لا ماشي في 5 في 5 25، اه 5 هي 125 في. خاصك تكون عارف ان 9 هو مثلا، ما نديروش هنا 9 لان باغي القوه ديال 3 والقوه ديال 4، نديرو مثلا 16 هي 4 اس 2. بحال هكا كيعطيكم عدد. صافي، خاص تعطيك تحويل عاملي جداء عددين صحيحين، فهمتي؟ كيعطيك جداء عددين صحيحين، ها عدد صحيح هذا تعطيك جداء ديالهم، وانت غتحول هذاك الجداء الى جداء ديال عددين يعني بالقوه ديالهم. اذا انت خصك تكون حافظ المربع ديال الجوج والمربع ديال ثلاثة حتى العشرة، تكون عارف المكعب ديال جوج انه هو جوج 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 هي 4، المكعب ديال ثلاثة هي 3 في 3 في 3 هي 27. خصك تكون حافظ هاد الجداءات باش يعطوك العدد كتعرف المربع ديالو او المكعب ديالو بكل سهوله. ترتيب الاعداد، ترتيب الاعداد كيعطونا، قلنا اعداد صحيحه طبيعيه واعداد عشاريه، وهما اغلبيه كيعطيو اعداد مقاربين ماشي بحال هكا، كيعطيو مثلا 13.25 13.125 المهم كيحاولوا باش تدوخ شويه، ولكن انت خصك تكون مركز. اذا ملي كيعطونا اعداد معاهم كسريه اش كندير انا؟ خص هذاك العدد الكسري نحولو الى عدد عشري اولا كندير ليه القسمه ديالو. 1 على 2 كنعرفها هي 0.5 باش كنقدر نقارنو مع هاد الاعداد الاخرين. اذا ترتيب تناقصي خصني من الاكبر، اذا 18 هي الكبيره، عاد غتبع 10 واللي كتبتيها نحاول نشطب عليها باش ما تبقاش دوخك. بقى لي هنا 0.4 0.5 اذا 2.8 هي الكبيره، ثم 0.7 هادو ما غنحطش 0.4 و0.5 هادو غير باش سهلت عليا الحساب. اذا اش غادي ندير؟ خصني نحطهم بالعدد الكسري ديالهم، 1 على 2 ثم 2 على 5 بحال هكا كنخدم في الترتيب. بالنسبه للمساله يبلغ حجم قطعه من الالومنيوم 240 سنتيمتر مكعب، احسب كتلتها اذا علمت ان الكتله الحجميه للالومنيوم هي 2.7 غرام في السنتيمتر مكعب. اذا حنايا عندنا الكتله الحجميه ديال الالومنيوم فيها 2.7 غرام في كل سنتيمتر مكعب، اذا اذا خديت سنتيمتر مكعب ديال الالومنيوم غنلقى فيه 2.7 غرام. انا عندي 240 سنتيمتر مكعب شحال غنلقى فيها؟ اذا غنخدم التناسبيه. صافي، غنخدم التناسبيه. اذا غادي نقول 2.7 غرام فيها 1 سنتيمتر، اولا نقلب غندير 1 سنتيمتر فيها 2.7 غرام. انا عندي 240 سنتيمتر مكعب، اذا فيها واحد الكتله ام، اذا ام تساوي الكتله تساوي، اذا الكتله تساوي ماذا؟ داكشي اللي مقابل مع الكتله كيكون في المقام، اذا المقام عندي 1 بلا ما نحتاج نقسم على 1. اذا غنضرب 240 في 2.7، 240 في 2.7 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 648 غرام. اذا لا خديت واحد الصفيحه ديال ولا قطعه ديال الالومنيوم فيها 240 سنتيمتر مكعب وزنتها غنلقى فيها 648 غرام. اذا دابا غندوزو للمجال الاخر شنو فيه باش نقول لك، لان جميع الامتحانات كيمشيو قلنا بنفس
الطريقه بنفس المنهجيه. كيختلفوا الارقام، كيختلفوا المسائل، كيختلفوا مجموعه من الاشياء، ولكن راه الترتيب غتلقاه قدامك في الامتحان ان شاء الله. غنجيو للمجال الرئيسي الثاني ديال الهندسه. من بعد ملي غتسالي من الاعداد والهندسه، من الاعداد والحساب، غتلقى الهندسه شنو فيها؟ انشاء زاويه بمعرفه قياسها وانشاء منصفها باستعمال الادوات الهندسيه المناسبه. يقول لك ارسم لي واحد الزاويه قياسها كذا وكذا، ويقول لك ارسم لي المنصف ديالها. اذا هنا هذه المسائل خصك تكون ضابطه. قال لك انشئ الزاويه ا او سي قياسها 76 درجه ومنصفها او اي باستعمال الادوات الهندسيه المناسبه. اذا غنرسم الزاويه. اول حاجه ملي كنبغي نرسم زاويه كنرسم اول ضلع ديالها، كنرسم الضلع ديالها ها، وقبل ما كنرسمها راه كنتخيلها في راسي صافي. اذا هذا هي الزاويه سميتها ا او سي، اذا راسها او، وعندها فواحد الضلع ديال هذه بغيت نسميها ا، بغيت نسميها سي اللي بغيت. اذا انا بغي نرسم واحد الزاويه قياسها ا او سي، خصني ندير نقول مع راسي واش منفرجه واش حاده. اذا 76 فهي حاده، يعني خصني باش ما نلقاش راسي راسم الضلع الاخر هنا صافي. اذا خصني نعرف انها 76 انها حاده. اذا كنحط مركز الزاويه، ما تاخذوش هذوك هذو اللي كيكونوا بالالوان، راه ما كيخليكمش تشوفوا مزيان القياس. اذا كنحط مركز الدائره مع راس الزاويه، ثم كنحط الضلع غادي مع الصفر. اذا وانطلاقا من هذا الصفر كنمشي نحسب 76، لان كاين اللي كيبدا كيقلب على 76 في المكان، لا راه كنحسب انطلاقا من الصفر. ودائما قلت لكم الفيديوهات راه دايره فيديو خاص لكل حاجه، ها الزوايا والمناصف ديالها، انشاء الاشكال الهندسيه، كل فيديو الا شفتوهم كنظن غادي تساليو المراجعه ديال الامتحان في اقرب وقت. اذا غنبدا من صفر حتى 76. اذا 70 ها هي 75، اذا هنايا 76 تقريبا غتكون هنا، ولا بغيت ناخذها كاع هنايا تبان لي احسن. اذا هنايا هذه هي 76، ماشي بالضروره قلنا غطلع الخط حتى لهذيك النقطه، لا خصو يدوز منها. ولكن هاي اش كندير هنا؟ كنسمي الاضلاع ديال الزاويه، كنصيب لي الفتحه ديالها، كنكتب شحال فيها 76. دابا غنصيبو المنصف ديالها. اذا تنظر المنصف راه كلشي خصو يكون ضابط الطريقه ديال الرسم ديالو. اذا كنحط البركار هنا، كنفتحو على واحد الفتحه، كندير واحد جوج ديال التقاطعات مع الاضلاع. من بعد بغيت نغير الفتحه ماشي مشكل، ولكن ما نعاودش نغيرها مره، يعني نغيرها بغيتش نغيرها ما نغيرهاش كاع، وكنمشي للتقاطع الثاني وكنصيب تقاطع اخر. هنايا كنكون صيبت منصف الزاويه. داك منصف الزاويه راه عنده اسم، راه ما تستاهلوش بهاد المسائل هذه، راه خصك كل حاجه رسمتيها دير ليها الاسم ديالها، دير ليها المسائل ديالها، باش ما تبداش من هنا طالك نص نقطه، من هنا طالك والوحدات. عمرك ما عندك مساله وما تكتبش الوحدات، دائما المساله بالوحده، لان لا طيرتي الوحده كتمشي لك نص نقطه، وكتقول انا جاوبت على كل شيء علاش ما جبتش مزيان، ما جبتيش مزيان طارت نص نقطه هنا مع نص نقطه هنا مع اربع نقطه هنا مع، علاش هنا نقصتي الوحده هنايا ما فهمتي مجموعه ديال الاشياء ما كديرهاش كيمشيو لك عليها النقاط. اذا هنا كنكون رسمنا، ممكن نديروا هاد العلامات ديال التساوي، يعني هذا منصف سميتو او اي، اذا هذه هي صافي. كنكون رسمت الزاويه بالمسائل ديالها، بالحروف ديالها، بكل شيء ديالها. هنايا غادي ندوزو، غيعطيونا حساب قياس زاويه معينه في شكل هندسي معطى مثلث او مضلع رباعي بتوظيف قاعده مجموع قياسات زاويه مثلث او قاعده مجموع قياس زوايا مضلع رباعي. كيعطيونا هما شكل، الاغلبيه في الامتحان ما كيعطيوكش بحال هكا، كيعطيوك شكل مثلث ولا رباعي يعني عنده ربعه الزاويه، وكيعطيوك مجموعه من الزوايا وكيخليو وحده انت تقلب عليها بكل بساطه. هذا ما عندك ما تضيع فيه في النقط. قالك لدينا قياس زوايا رباعي جي ا او اس، كالتالي جي فيها 125 و ا فيها 110 و او فيها 40، احسب قياس الزاويه اس. ملي كيعطوك رباعي كنخدم ثلث دائما، ثلث نعلم ان مجموع هذه الا بغيتي تكتبها هنا، اما في الامتحان انا ما كانوش عاطينك لي سباس، نعلم ان مجموع قياس رباعي هو 360 درجة. إذا إس زاوية إس كتساوي شنو؟ هاديك 360 درجة خصني نقص منها هادشي كامل، خصني نقص منها 125 درجة، ونقص منها 110 درجات، ونقص منها 40 درجة. هذه هي القاعدة اللي عطاوكم رباعي، 360 ناقص هادوك الزوايا اللي عندك، 360 ناقص الزوايا اللي عندك. عطاوك مثلث مجموع، نعلم ان مجموع زوايا مثلث هو 180 درجه، اذا هذيك الزاويه اللي كتقلب عليها هي 180 درجه ناقص هذوك جوج زوايا، لان يعني ملي كيعطوك مثلث ضروري يعطوك معاه جوج زوايا
والثالثه انت كتقلب عليها، ولا عطاوك رباعي ضروري كيعطوك ثلاثه الزوايا ووحده انت كتقلب عليها. اذا هي 360 درجه. اذا اللي جمعت 40 مع 25 تعطيني 65، مع 10 تعطيني 75. اذا 275 ناقص 275 درجه كتساوي لينا هنايا غادي خصنا 300، خصنا 85 درجه، كتعطيني 85 درجه. انشاء الاشكال الهندسيه من بعد غيعطوك تنشا اما مثلث اما دائره اما شبه منحرف اما متوازي اضلاع، انت شنو غادي يطيح لك في الامتحان. صافي، اذا غيكون عندنا انشاء الاشكال الهندسيه الاعتياديه، اما مضلع رباعي اما مثلث اما دائره، هذه ضروري خصو اما حقه وماشي غير، اما يعطوك الاضلاع ديالو، اما يعطيك انطلاقا من الاقطار، اما انطلاقا من الزوايا، اما انطلاقا من الشعاع الا كانت دائره. جميع الحالات تقريبا تطرقت لكم ليها في واحد الفيديو خاص ديال انشاء الاشكال الهندسيه. سعيد الامتحان المحل الاقليمي، راه كلشي قلت لكم الرابط اسفل الفيديو، تكليكي على داك السهم كيطلع لك داك صندوق الوصف، غتلقى فيه رابط الامتحانات لما تيجي مع التصحيح، وغتلقى رابط ديال الاستعداد للامتحان، هذاك صراحه ممتاز الا تبعتو فيه. انشئ شبه منحرف اف جي حيث ان، انشئ واحد، وملي كيعطيك تنشئ شكل كتشد الورقه ديال الوثائق وكتحاول تصيف فيها داك الشكل غير بيدك، الكروكي تديرو بايدك وكتحط. اذا ها كيفاش غادي نحط، ها كدير واحد الوثائق عاد كترسم. حيث ان جي اف كتساوي 7 سنتيمتر، بي اللي هي يعني لاباز كبيره فيها 7 سنتيمتر، ولاباز صغيره هي 3 سنتيمتر وارتفاعه 6 سنتيمتر، وجي القياس ديال الزاويه 65. اذا هنا في كاين من اصعب الاشياء اللي يقدر يعطيك هو شبه منحرف وما كيكونش قائم الزاويه، هنا شويه تتعقد لك الامور. المهم غادي نشوفو، غنحاول نرسم بحال بيدي هنايا. اذا بغينا الزاويه، بغينا القاعده الكبيره هذه غيكون فيها 7 سنتيمتر اللي هي جي اف، وبغينا ولكن قبل ما كنرسم انا القاعده الصغيره خصني ندير الارتفاع، لان هادو بجوج القاعده الكبيره والقاعده الصغيره كيكونوا متوازيين. اذا بغيت تكون توازن خصني نرسم الارتفاع هو الاول، هما عطيني الارتفاع فيه 6 سنتيمتر بزاف الصراحه. اذا هنايا غادي نصايب واحد الارتفاع فيه 6 سنتيمتر. صافي، هما ما عطينيش انه قائم الزاويه، ولكن الا بغيت نرسمو قائم الزاويه راه ماشي مشكل. اذا دابا غنرسم العمود الثاني هنايا باش نصايب القاعده الصغيره. القاعده الصغيره هي ا او، شحال فيها؟ فيها 3 سنتيمتر. اذا هذه هي الطريقه اللي غادي نتبع. صافي، اذا هذه هي الطريقه اللي خصني نتبع. بعد ما كيعطوك شبه منحرف متساوي الساقين، هذاك حتى هو كيزيدوك في الصعوبه شويه، مازال هنا راه متساوي الساقين، ماشي ماشي ما زعما متساوي الساقين ما والو، اذا كيكون اسهل. اذا غادي نحاولوا هنايا نصيبوا جي اف فيها 7 سنتيمتر، غنشوف الا جاتني هنا 7 سنتيمتر. لا، اذا غادي نحاول نصيبها هنا ونهبط مزيان، لان 6 سنتيمتر غتجيني كبيره شويه. اذا هنا غنصايبو 7 سنتيمتر هذاك. اذا هذه هي جي اف، وكنسميه وكنعطي كل حاجه شحال القياس ديالها. اذا هنا 7 سنتيمتر، غنرسم الارتفاع اللي فيه 6 سنتيمتر. اذا غنرسم هنايا الارتفاع فيه 6 سنتيمتر، حتى لهنا غادي يجيني، شتي شحال غيجي عالي هذا، باش غادي نرسم عليه العمود الاخر باش يكونوا عندي قلنا القاعدتان متوازيتان 6 سنتيمتر. دابا غادي نرسم العمودي هنايا، خاصو يمر من هذاك من الفوق من الراس ديال، شحال خاص يكون فيه؟ خاص يكون فيه غير 3 سنتيمتر. تندير مثلا جوج سنتيمتر هنا ونكمل هنايا الجهه الاخرى سنتيمتر الاخر. اذا هنايا وحدة جوج ونكمل السنتيمتر الثالث هنا، إذا ها هما هنايا 3 سنتيمتر. إذا هذه هي أ أو 3 سنتيمتر، وغنجمع الأضلاع، غنجمع الأضلاع، غنكون رسمت هاد شبه منحرف اللي مطلوب مني. هنا غادي ندوز أشنو غيعطيونا من بعد، غيعطيونا التماثل المحوري، غيعطيونا انشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي اما مثلث او مضلع رباعي بالنسبه للمحور تماثل. ما غيعطيكمش شكل بحال هذا كاع، كيعطيو اما ثلاثي اما رباعي، ما كيقووش عليكم قوه الاشكال.
صافي. ومن بعد غنديروا تكبير او تصغير شكل هندسي في واحد المقدار اللي هو معلوم. اذا هادشي كيكون في الهندسه غترسم زاويه والمناصف ديالها، غترسم بشكل هندسي، غدير مماثل وغدير تكبير او تصغير. ما عندكم لا ازاحه لا دوران، كاين اللي كيجي القضيه ديال الدوران والازاحه شويه صعيب. اذا بالنسبه للاشكال الهندسيه بسيطه، كنشوف هذا بشحال كل راس من الرؤوس بشحال كيبعد على هاد محور التماثل. اذا غادي ندير هنايا غنصايب اول. اذا هذا اما كنتبع معاه وكنمشي في الاتجاه المعاكس، يعني هذا قاسم جوج مربعات انا نقسم جوج مربعات، اولا كنشوف الراس بشحال بعيد. الراس هنا بعيد بثلاثه المربعات، كنمشي في نفس السطر كنبعد بثلاثه ديال المربعات. صافي هنايا قسمنا مربع، ممكن هنا من الجهه الاخرى ثاني نقسم مربع، كنبدا غادي بالعكس، هما كيبعدوا انا كنبعد. صافي من بعد طلعوا قسموا جوج المربعات، هاي من بعد هما مشاو لهاد الجهه بثلاثه المربعات، انا غنمشي للجهه الاخرى بثلاثه ديال المربعات، من بعد هبطوا حتى لهنا، من بعد هما بداو جايين حتى انا كنبدا جاي عند محور التماثل بثلاثه. اذا من بعد هما بداو جايين عند محور التماثل وقطبوا قسموا جوج المربعات، انا غنقسم جوج مربعات، من بعد هبطوا قسموا مربع، انا غنهبط نقسم مربع، من بعد هما جاو عند محور التماثل قسموا جوج مربعات، ها هما. اذا كنكون صايبت المماثل، قلت لكم في الامتحان غيكون اسهل، علاش؟ لانهم كيعطيو غير شكل ثلاثي اولا رباعي، ما فيش بزاف ديال الرؤوس، اذا اربعه الرؤوس صايب المماثل ديالهم راه مزيان. هنا لاحظت شكل الاسفلات ثم انشئ تكبير له بمقدار جوج، يعني كل ضلع كتضربو في جوج، اللي كدير مماثل يعني التكبير كل ضلع كتضرب، بغيتي دير التصغير كتقسم. صافي اذا هنايا عندنا قضيه بسيطه، اذا غادي بدا منين ما بغيتي. اذا هنا قاسم هما مربع، حنا غنقسمو جوج ديال المربعات بحال هكا، كذلك هنا غنضرب في جوج، اذا غنقسم جوج المربعات. هنا عندي جوج، اذا غتولي عندي ربعه، هنا كاين جوج، هنا غتولي عندي ربعه، هنا واحد غيولي عندي جوج، هنا واحد غيولي عندي جوج، واحد لي جوج. اذا كل ضلع كنضرب الطول ديالو في معامل ديال التكبير. غنجيو هنايا للتحويل ديال القياسات، عاوتاني درت لكم فيديو خاص على جدول التحويلات. حول القياسات التاليه الى الوحده المطلوبه. اذا هنايا غيكون عندكم وحده ديال الاطوال، ووحده ديال الكتل، ووحده ديال المساحه، ووحده ديال هذا. اذا ها هو غندوزو المجال ديال القياس شنو غيكون فيه. قلنا التحويل ديال الطول والكتله والمساحه والمساحه سواء بالوحدات الزراعيه او الوحدات المختلفه، تحويل قياس سعه او حجم، اذا كيكون عندكم اربعه. ثم عندي المجال الفرعي الثاني، محيط دائره، مساحه المضلعات الاعتياديه ومساحه القرش، غنحسبوا خصك تكون ضابط القواعد ديال المساحات. ثم الحجم، ما عندكمش المساحه الجانبيه وصافي، هذيك اللي كتخلعكم المساحه الجانبيه والمساحه الكليه ما كايناش، ويكون عندنا حساب حجم ديال الاشكال الهندسيه. اذا هنا التحويل غيكون عندنا هنايا مثلا نحسبوا المحيط ديال هاد الدائره، هنا غنحسبوا مساحات معينه، وهنا عطاونا نحسبوا حجم. بعض المرات كيعطيكم على شكل مسائل، ملي كتكون مساله كتكون قضيه شويه صعيبه، راه دايره لكم فيديو خاص بالمسائل. اذا هنا غناخذوا هاد 25 متر نحولوها لديكامتر، وكذلك 3.4 ديسيمتر نحولوها لديكامتر، وكنجمعوهم مع بعضياتهم مباشره، يعني ما غاديش نكتب كل وحده محوله لديكامتر بوحدها، لا، ملي كنحسبوهم بجوج كنحولهم بجوج كنجمعوهم. يعني 25 متر، اذا نمشيو لوحده قياس الاطوال 25 متر، اذا الخمسه في الوحدات وحداها الجوج. اذا دائما القاعده هي الوحدات في الوحده والفاصله ما كنحطهاش. عندي 3.4 ديسيمتر، اذا شنو غنحط في الديسيمتر؟ غنحط 3، ها هو الديسيمتر 3، ما غنحطش الفاصله وغنحط حداها 4 بحال هكا. اذا هادشي كلشي اما نجمع عاد نحول الكل ديكامتر، اولا نحول الديكامتر كل وحده على حده ونجمع. اذا هادي باش نحولها لديكامتر غنحط الفاصله، هادي باش نحولها لديكامتر اذا غندير صفر فاصله. اذا غندير هنا 4 3 5.2، اذا هي 2.534، اذا 2.534 ديكامتر. غنجيو هنا وحدات قياس المساحه ومعها الوحدات الزراعيه بطبيعه الحال، يعني عندي 12.68 ديكامتر مربع، شكون غنحط في الديكامتر مربع؟ 12، هذا غير جزء من الوحده، اذا دائما الوحدات في الوحده، الديكامتر مربع ها هو غنحط 12، وحدها 68 بلا فاصله،
لان راه حطيتي الفاصله صافي خطاتي. 18 سنتي ار، سنتي ار هو سنتي ار هنايا هو المتر مربع، اذا غنحط 18 هنا. هادشي كلشي بغيت نحولو للهكتار. اذا كلشي قلنا بغينا نحولو للهكتار، اذا اما نحول الهكتار عاد نجمع، اذا اما اذا حتى نجمع عاد نحول الهكتار. اذا 8 مع 8 16، 8 2 1 0.1286، 0.1286. غنجيو هنايا وحدات قياس الكتلة، عندي 2.20 كيلوغرام، إذا هذا هو الكيلوغرام غنحط 2 وحده 2، بغيت نزيد صفر ما بغيتش، ماشي الأصفر من ورا الفاصلة ماشي ضروري. إذا 8 غرام، ها 8 غرام، هادشي بغينا نحولو لهكتوغرام. إذا ها هي عندي هادي الهكتوغرام، ما غنحتاج نزيد حتى حاجة. إذا هنايا 8 غنجي باش نوصلها لهكتوغرام وغنجمع. إذا 8 صفر فاصلة، إذا 22.08، إذا 22.08 هكتو غرام. غنجي هنايا عندي وحدات قياس الساعة والحجم، إذا غنحط هنا 7.1 سنتيمتر مكعب، إذا السبعة هي اللي في السنتيمتر مكعب. ها سنتيمتر مكعب عنده وحدات عشرات مئات، يعني بطبيعة الحال السبعة وحدات خاصها تتحط في الوحدات. وحدة غنحط الواحد، السبعة تما، غنحط الواحد بدون فاصلة. وعندي 342 مليمتر مكعب، إذا عندي 342 مليمتر مكعب وحدات عشرات مئات. غنحول لليتر، إذا هادي باش تحول لليتر غندير صفر نكمل بالأصفر، هنا 0.، ونكمل بالأصفر وغنجمع. إذا 2 4 7 صفر صفر، إذا ها هو غيجي العدد الطويل 0.00 0.00 7 4 أربعة جوج. كنتمنى ما يكونش وقع شي خطأ في التحويل. هذه غنخليها لكم إن شاء الله في أسفل الفيديو، هذه الورقة باش اللي بغيتو تطلعوها تخدموا بها وديوها معكم امتحان على حساب، المهم الأحسن ما ديوها معكم احتياط ماشي مشكل. إذا بالنسبة للتمرين جوج، لاحظ دائرة جانبه ثم أحسب محيطها. إذا بالنسبة لمحيط الدائرة اللي هو بي بيغيمتر، دائما كنحط القاعدة باش ما يمشيولكش النقاط، حط القاعدة باش الا خطأتي في الحساب، لان الا بقيتي تخطأتي في الحساب كيمشي لك كلشي. اما الا حطيتي القاعده وحطيتي العمليه وهذه لا الا خطأتي ما كيمشيلكش الحساب كامل. وما تنساش الوحده، اذا هي بي بي في دي اللي هي 3.14 فاش في الشعاع. انا اش عاطيني هنايا؟ عاطيني اغ، هنا خصني القطر، هنا عاطيني اغ. اذا دي كتساوي 2 اغ، هي 2 × 4 هي 8 سنتيمتر. اذا انا محتاج القطر، هذه من الاحسن تكتب تجي هي الاولى. انا غتجيني 3.14 في 8 تساوي، اذا 8 × 4 32، كتب 2 نحتفظ ب 3، 8 × 1 8 و 3 قلنا 8 × 4 32 ياك، 8 × 1 8 و 11، 8 × 3 24 والواحد 25. إذا هنا الفاصلة ما ننساش الوحدة سنتيمتر. المسألة 3، أحسب مساحة معين حيث قياس قطريه هو، إذا القطر الكبير 8 متر والقطر الصغير 5 متر، ولكن في الامتحانات كيطيحوا يعني مسائل صعاب من هذه، هذه راه مسألة مباشرة. إذا في ذاك الفيديو اللي فيه أصعب العملية أصعب يعني هذه المسائل، راه تلقاو فيه مسائل اللي فيهم شوية نوع من الصعوبة وضروري خصكم تطلعوا عليهم. أنا نكتب أس تساوي، كنكتب قلنا لا فورمول يعني القاعدة كنكتبها، عاد كنبدا نعوض، هي القطر الكبير في القطر الصغير على 2، هي 5 × 8 على 2، إذا هي 20 وما ننساش الوحدة متر مربع. أحسب حجم أسطوانة قائمة شعاعها 10 سنتيمتر وارتفاعها 20 متر. إلا لاحظتي هنايا، هنايا راه عندي العشرين، لاحظوا الوحدات، هنا المتر، هنا عندي السنتيمتر. إذا قبل ما كنحسب خصني هاد السنتيمتر هادي نرجعها بالمتر باش يكونوا عندي الوحدات منسجمة. إذا أول حاجة 10 سنتيمتر كتساوي ماذا؟ كتساوي شحال بالمتر؟ إذا هذا السنتيمتر ديسيمتر، المتر كتساوي 0.، إذا عندنا السنتيمتر ديسيمتر ثم المتر، إذا 0.1 متر صافي. دابا غنحطو القاعدة، إذا إس اللي هي في عفوا الحجم كيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. مساحة القاعدة بما أن القاعدة هنايا أسطوانة يعني قاعدتها يعني دائرية، إذا هو ماذا؟ هي بي في آر
في R فاش في الارتفاع في الاش. بي هي 3.14، الشعاع هو 0.1 في 0.1 في قلنا الارتفاع في 20 يساوي، وهادشي كلشي ملي غنحسبوه خصو يخرج لنا بالمتر مكعب. اذا غادي نحسبها شحال نتحسبها باش ما نجيبو الحساب صحيح. اذا عندي 3.14 في 0.1 في 0.1 في 20 غتساوي لنا 0.628 متر مكعب. بغيتو تحولوا هذا الهكتومتر هذا المتر تحولوها للسنتيمتر غيخرج لكم بالسنتيمتر مكعب. اذا غنمشيو لتنظيم ومعالجه البيانات. يوضح الجدول التالي ارتفاع 6 معالم شهيره في العالم والتي صنعها الانسان ومعروفه بسبب موقعها او هندستها المعماريه الخاصه. اذا عندنا هنا صومعة حسن، برج بيزا المائل، هرم الملك خوفو، تمثال الحريه، تاج محل، برج ايفل. حدد المعلمه الاقل ارتفاعا. اذا شكون هي المعلمه الاقل ارتفاعا؟ الى جينا شفنا هنايا غادي نلقاوها هي صومعة حسن. صومعة حسن بغيتي تكتب قدامها شحال من متر، اذا غدير 44 متر. حدد المعلمه الاكثر ارتفاعا، اذا هي برج ايفل ب 324 متر. اذا برج ايفل 324 متر. حدد المعالم التي يقل ارتفاعها عن 90. اذا شكون اللي عندها اقل من 90؟ عندنا صومعة حسان. صومعة حسان عندنا برج بيزا المائل، عندنا تاج محل. تاج محل. اذا هنا حدد المعالم التي ينحصر ارتفاعها بين 100 و400. بين 100 و400. اذا عندنا هرم الملك خوفو، هرم الملك خوفو، وعندنا هنايا برج ايفل. اذا جاوبين 100 و400. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المدجهات. نتلاقاو ان شاء الله مع نماذج اخرى. بالتوفيق والى اللقاء.